وبأول مساحاتنا حنروح لمساحتنا الطبية، واليوم ضمن فقرتنا الطبية رح نحكي عن تحديد جنس المولود. قديش بنشوف اليوم صبايا بمرحلة الحمل الأولى بيكون عندهم كتير فضول يعرفوا اليوم انه هن معهم بيبي صبي أو بنوتة يعني، فبشوف الزيارات الأولى للطبيب بالأشهر الأولى كتير يعني. وأول صحيح. سؤال أنا دكتور، شو معي صبي أو بنت؟ صحيح رشو، صاروا هلا بيحتفلوا فيها لما يعرفوا شو جنس المولود، ودائما يمكن حالات هي بتكون عند الاشخاص اللي بيكونوا يعني عم ينتظروا اول ولد. اول فرحه بتكون. رح نعرف اكثر عن هذا الموضوع ونطرح مجموعه من الاسئله على ضيفنا لليوم الدكتور زياد بدري الشيخ، اختصاص بالتوليد وامراض النساء وجراحه. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير دكتور، كيفك؟ اهلا وسهلا. هلا دائما بنقول انه نحن بالاشهر الاولى بضل في هي الرغبه لتعرف الصبيه جنس المولود كونه الولد الاول يعني، ولكن قبل ما نروح لموضوع الصبايا والتقنيات العلميه، خلينا نروح اليوم لتحديد جنس المولود، يعني مين المسؤول اليوم طبعا بعد اراده رب العالمين يعني؟ طبعا تحديد جنس المولود يعني راح نعطي اول شيء فكره فيزيولوجيه عن الموضوع. يعني نحن عندنا الخلايا بالجسم 46 كروموزوم صبغي، ما عدا الخلايا الجنسيه اللي هي النطاف بتكون 23 صبغي اكس، يعني 22 صبغي جسمي والجنسي اكس او واي للنطاف، اما البيضه 22 اكس، فعندما تلتقي النطفه الواي مع الاكس بيكون المولود ذكر، عندما تلتقي النطفه الاكس مع البيضه الاكس يكون المولود انثى، فالرجل هو المسؤول عن تحديد الجنس تماما. سمعتوا ما في داعي هي تبعت انه انا بدي اتزوج مشان اجيب الصبي. تمام. طيب خلينا ننتقل لسؤال ثاني، اليوم العالم قدر يثبت قدرته انه هو قبل يعني ما يصير موضوع الحمل، انه بتلاقي يعني المرأة والرجال بيقولوا بدنا نجيب صبي مثلا، هلا بدنا نادرا بنقول بدنا نجيب بنت، ففي هيك شيء ممكن احيانا بيوصفوا اغذيه معينه برامج. او ادويه، او بتلاقي مثلا ايه ممكن يروحوا لعند الدكتور بهدف يعني يحققوا هذا الموضوع، في هيك شيء؟ في هيك شيء، نحن حكينا انه الاساس العلمي اللي حكيناه بالبدايه يعني هذا هو الاساس العلمي، وكل النظريات هي تعتمد على هذا الاساس العلمي تماما. ففي نظريه غذائيه، في نظريه صبغيه، في عادات شعبيه واعتقادات سائدة علمياً يعني. دكتور اليوم علميا يعني اذا هيك حبينا من خلال عملك التجارب اللي كانت من عدة صبايا لتتبع نظام غذائي معين لتحديد جنس المولود، كيف كانت النتائج؟ النتائج هي النتائج بشكل طبيعي تكون 50%، يعني عم تزداد النتائج مثلا ل 55% 60% مو اكثر يعني. في عندنا النظريه الغذائيه اللي تعتمد على الغذاء اللي تتبعها السيده اثناء قبل التخطيط للحمل بمقدار شهرين، اغذيه معينه تتناولها لتغير الوسط الى وسط قاعدي او وسط حمضي. الوسط القاعدي يفيد في انجاب الذكور، الوسط الحمضي يفيد في انجاب الاناث حسب الاغذيه يعني. من ناحيه الاكل، من ناحيه الفواكه، من ناحيه القهوه، شرب القهوه. فعندنا مثلا الحميه اللي تناسب الذكور هي الحميه اللي تعتمد على الفواكه اللي لونها اصفر مثل الموز، الاجاص، المشمش. يبتعدوا عن هدول لا بياكلوها هاي، ويبتعدوا عنها اللي بدهم اناث. من ناحيه الخضروات، الفاصوليا، البازلا، البطاطا الحلوه، البندوره بكل انواعها ما عدا البندوره الطازجه يعني. نعم. ما عدا البندوره المطبوخه يعني ما بياخذوها. القهوه، الاسماك، الملح، اللحوم المجففه، المالحه، هاي تفيد في انجاب الصبيان يعني. يعني فينا نقول تقريبا 60% تزداد النسبه 5%، بتصير 55% كنجاح عمليات تحديد جنس المولود 55% مو اكثر. الطبيعي 50%، تزداد فقط 5% يعني. في نظريات علميه متطوره اكثر يعني عن هذا الموضوع، اللي هي مثلا عزل النطاف الذكريه عن النطاف الانثويه بطرق متعدده فصلها يعني. وبالتالي لما نفصل النطاف الذكريه والنطاف الانثويه ونخضعها لتلوين معين FISH، هذا التلوين يكون مثلا زهري للنطاف الأنثوية، لون أزرق للنطاف الذكرية، ما تنعزل هي 75% يصير العزل، وبعدها نعمل تقنيات أكثر تطور
اللي هي عن طريق حقن داخل الرحم IUI، فتزداد نسبة الذكورة أكثر، تصل يعني إذا كان بدهم ذكر ل 75-80%، ونفس الشيء بالنسبة للإناث. طيب طيب دكتور، هاي التدخلات اللي بنسويها ممكن تأثر على صحة الجنين أو ممكن يعني تزيد نسبة الأمراض لا سمح الله عند الجنين لما يولد؟ لا أبدا، هاي التداخلات ما تأثر على صحة الجنين نهائيا، هي تداخلات تكون بشكل طبيعي قبل من النظرية الغذائية، نظرية الجماع بوقت معين، نظرية تغيير الوسط، وسط قاعدي وسط حمضي، ما بتأثر نهائيا. حتى النظريات الأكثر تطورا أو التجارب الأكثر تطورا اللي دخل المخبر في إجراءها مثل عزل النطاف وحقنها داخل الرحم، يعني تأثيرها بسيط على صحة المرأة، يعني ممكن على الاختلاطات اللي تكون موجودة، نزف أو فرط تنبيه مبيض، يعني ممكن تأثر بشكل طيب بسيط. دكتور خلينا نرتب هدول الطرق اللي ذكرتهم حضرتك، مين الأنجح فيهم إذا بدنا نقول أو أثبتت فعاليتها؟ أثبتت فعاليتها واللي تكون نسب النجاح فيها عالية هي أنه نعزل النطاف ونعزل البيوض من السيدة بإجراء عملية سحب بيوض والتلقيح خارج الجسم ما بين النطفة والبيضة وإعادة إرجاعها إلى الرحم، يعني عمليا طفل أنبوب على مبدأ طفل الأنبوب IVF وإدخالها إلى الرحم. هاي أثبتت نجاح أكثر لأنه نحن راح ناخذ خلية بعد ما تنقسم هاي البويضة إلى 6 أو 8 خلايا، ناخذ خلية من هاي الخلايا وبالتالي نفحصها، إذا كان ذكر إذا بدهم ذكر بنعيدها، إذا بدهم أنثى الميول لوين اليوم حكيم، للذكر أكثر؟ والله الميول العالم كله للذكر. يعني ما في حدا إجاك شي مرة حالي إنه هنم بدهم أنثى؟ بدهم أنثى، في اللي يعني هي العادات الموروثة أو العادات الاجتماعية دخلت بهذا الموضوع، اللي عندهم ذكور بالعائلة يرغبوا إنه يكون عندهم أنثى، والعكس صحيح. مع انه البنوت يدي يعني حنونه بتبقى، يعني وقت بيقول الله يبعث لك حنينه يعني الله يبعث لك بنوته، يعني بالضبط صح. طيب دكتور، يعني الطريقه اللي عم تحكي فيها حضرتك فينا اليوم نحن نعتبرها هي الاضمن لتحديد جنس المولود؟ هي الاضمن لتحديد جنس المولود، هي الطريقه العلميه اللي تتلقح البويضه بوسط خارجي وتنفحص. حتى موضوع الفحص هذا يفيدنا مو فقط في تحديد جنس المولود، ايضا بابتعاد عن التشوهات اللي ممكن تحصل اذا هاي هذا البيضه اللي انقسمت الى 6 أو 8 خلايا كان في تشوه وراثي او كذا، ما بنعيدها، او تشوه معين ما بنرجعها للرحم، يعني تضمن سلامه الجنين وجنسه بس ما انه 100%. ما في شيء اليوم 100%، ما في شيء 100%، لأنه المسألة تضعها ضمن موضوع الأخطاء البشرية، يعني ممكن يصير في خطأ بشري معين، خطأ بالمخبر، خطأ بشيء ثاني، فتصل النسبة تقريبا يعني فوق 90-95%. ممكن بهاي العملية دكتور يصير في إلقاح لأكثر من مولود، يعني ممكن يصير توم مثلا؟ يصير، احنا لما نسحب بويضات من المرأة نسحب يعني حسب عمر المرأة ممكن نسحب 12 بويضة، طبعا بعد تعريضها لمحرضات عن طريق الحقن الوريدي أو الحقن العضلي نحصل على مثل 12-14-6-8 حسب المخزون الإباضي عند المرأة، وبالتالي احتمالية موجودة، احتمالية موجودة ممكن 6-8 بويضات تتلقح بالفحص، ممكن يكون 3 ذكور 2 إناث وحسب الجنس بنرجع. طيب يعني دكتور خلينا هيك بالوقت المتبقي ناخذ كم معلومة سريعة من حضرتك، خلال فترات الحمل المبكرة ايمتى فينا نعرف نحن شو جنس المولود، يعني بأي شهر؟ هو جنس المولود تماما يتحدد بالأسبوع السابع من الحمل، مو نعرفه، هو يتحدد يعني بشكل فيزيولوجي في الأسبوع السابع من الحمل، بس احنا ما بنعرفه للأسبوع 12-13 بالحمل. 11-13 بالحمل فينا نكشفه عن طريق مثلا خزعة ذغابات كوريونية، عن طريق تحليل سائل الأمنيوسي حول الجنين، وعن طريق السونار الإيكو النسائي اللي ممكن نشوف الأعضاء التناسلية الموجودة عند الجنين. قبل هاي الفترة يمكن في ناس بيكون عندهم هيك فضول ليعرفوا جنس مولودهم، ممكن في تحليل يعملوه قبل هاي الفترة الزمنية لحتى يكتشفوا هو ذكر أم أنثى حيكون؟
قبل هاي الفترة ما يكون أبكر تحليل ممكن يعملوا ليكشفوا ذكر أو أنثى هو خزعة زغابات كورونية بالأسبوع 11 من الحمل. شو يعني هاي الخزعة دكتور؟ بياخذوا جزء من المشيمة وبيفحصوا وبيشوفوا إذا كانت الخلية تحمل الصبغة واي ولا الخلية تحمل الصبغة إكس. واي معناته ذكر، إكس أنثى. خلينا على اكس كترو. طيب دكتور، كثير بنسمع بحالات صبايا انه انا رحت لعند طبيبي وعملت الايكو بس ولكن الجنين اخذ وضعيه منعت اليوم الدكتور انه يقدر يتعرف على جنسه. بيقولوا لك انه بجوز هو اخذ وضعيه السجود او انه الحبل السري بمكان ما قدر اليوم الدكتور. بيبقى يعني ممكن يصل للشهر الخامس او السادس على نفس الوضعيه. فشو اليوم هيك الدكتور، في شيء اجراءات اليوم لحتى نقدر نعرف او لا يعني، او شو هي الوضعيات اللي ممكن ما تقدر تخلي الدكتور اليوم يحدد شو هو جنس المولود؟ تحديد جنس المولود يعتمد على تقنيه الايكو وخبره الطبيب. يعني في ايكو حديث وفي ايكو اقل حداثه وخبره الطبيب ووضعيه الجنين. فاذا كان وضع الجنين بوضعيه تسمح له انه نشوف الجنس تبعه فارد رجلين وبعدهم عن بعض، فينا نشوف جنس الجنين ونخبر السيده بالنهايه نحن بنتمنى الصحه والسلامه ان كان للام وان كان للجنين. واكيد اليوم الدكتور هو محمل بامانتين، اليوم روحين بين ايديه. دكتور بنتشكر حضورك لليوم وبنتمنى لك يوم حلو لك. شكرا لكم، وانا اشكر برنامجكم واشكر القائمين على البرنامج، وان شاء الله تكون المعلومات إن شاء الله استفادوا منها المشاهدين علميا. نورت صباحنا، اهلا وسهلا فيك دكتور.